أثار فيديو انتشر مؤخرا للأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال المعروف بالأمير النائم ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وذلك بعد تحريكه لأصابع يده حيث يركض في غيبوبة منذ 15 سنة، وسنرى هذا الفيديو بعد قليل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هذا الفيديو الذي يظهر فيه الأمير النائم وهو يقوم بتحريك أصابعه ثم يده في استجابة نادرة ليتصدر الوليد بن خالد محركات البحث. بعد تلك المرة ليست الأولى التي يبدي فيها الأمير النائم استجابة، حيث نشرت شقيقته الأميرة ريما بنت طلال مقطع في عام 2019 وهو يحرك رأسه. وعليكم الآن الفيديو، وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. لك مع النبضه، ها لما تحس بنبضه العضله حرك يدك لفوق. اوكي حبيبي، لابس الشيء، ايوه تلاقيها سهله معك. يلا حبيبي مع الجهاز سوا سوا. ايوه الجهاز يساعدك وانت كمل الحركه لفوق. كويس ابو خالد، كويس حبيبي 100 100. ما شاء الله عليك، اكثر ابو خالد اكثر لفوق. هاي رديدي فوق 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 فوق، ايوه ايوه حبيبي فوق 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 مره. كويس يا بطل، كويس. حرك يدك مع النبضة، ها لما تحس بنبضة. ما شاء الله عليك، أكتر أبو خالد أكتر لفوق. هاي رديدي فوق 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 فوق، أيوة أيوة حبيبي فوق 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 مرة. كويس يا بطل، كويس. ده الأمير خالد وابنه الأمير النائم. يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل إثر تعرضه لحادث سير، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في شباط فبراير 2015. اسمه الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. ده الأمير الوليد، ربنا يشفيه. والدته هي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجازي بنت سعود ابن عبد العزيز آل سعود. صار له حادث على ما يعتقد في 2006 ودخل المستشفى. وقال الأطباء أنه ميت دماغيا. الأب رفض يشيل الأجهزة من ولده. الأمير خالد مؤمن بالله وبالآيات التي دايم يرددها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حالته كانت مستقرة وفي تحسن، بس تحسن بطيء ويحس باللي حوله. أخته نوف كانت ساعتها عمرها 9 سنين إذا جات له يحس فيها، وكان أهله يستخيرون إما يخلونه بالمستشفى ولا بيسفرونه ولا يودونه البيت. ما سفروه بالبداية لأن الأطباء بالخارج والداخل نصحوهم إن حالته مو مستقرة، حتى لو الطيارة مجهزة راح ضغط الجو يؤثر على مخه. وليكم هنا حوار والدته بجريدة الشرق الأوسط. الجميع خائف، إلا أن لدى يقين الأم أن ابني ما زال موجودا رغم سكونه وسيبقى. بهذه الكلمات تصف أم وليد أو الجازي بنت سعود بنت عبد العزيز اللحظات الأولى من مشاهدة ابنها الأكبر الذي لم يتجاوز ساعتها 17 من عمره في إحدى غرف الطوارئ عقب تعرضه لحادث سير. ودي صور من المكان اللي هو قاعد فيه. والوليد بن خالد بن طلال الذي طمح في دراسة العسكرية في انجلترا، والذي عد أصغر لاعب كاراتيه حيث حصل على حزامين وهو لم يتجاوز 3 أعوام، إلى جانب عشقه للسيارات وركوب الخيل أبقته الإصابة رفيق الفراش من 11 سنة. ويأمل الأطباء المشرفون على علاجه والتبرع بأعضائه للمحتاجين من المرضى قبل توقف قلبه. أما أسرته فتكافح لحدوث معجزة تثبت للأطباء التي وصفت أم وليد بعضهم بضعف الإيمان قائلة: من يحيي العظام وهي رميم؟ وكيف للوالدين أن يسلم ابنهما للتبرع بأعضائه وقلبه لا يزال نابضا بالحياة؟ وكان أقصى ما واجهه الوالدين في إقناع الطاقم الطبي من أطبائهم وممرضين أن فلذة كبدهم ما زال يسمع ويدرك لكل ما يجري من حوله. أؤكد لك
أنني أستطيع أن أميز ابني ما إن كان نائما أو مستيقظا. هذا هو يقين الأم التي انتقلت ومنذ الحادثة إلى العيش في المستشفى بجوار ابنها. بعد أن عدت غرفة للنوم خاصة بها بالقرب منه، ورغم لحظات الضعف والانهيار التي عصفت بقلب أم اعتادت رؤية ابنها الشاب عاجزا عن الحراك والنطق، تستمر أم الوليد في التحدث معه وأخباره بكل مستجدات أسرته ليلا ونهارا، مخبرة إياه بكل تفاصيل ما غاب عنه. ولم يكن ذلك فقط ما تقوم به أم الوليد، وإنما كما قالت: أعتني بنفسي بقص شعره بذات الطريقة التي يحبها، كما أقوم بحلق ذقنه كما أعتاد، وفضل أن يفعل ذلك دوما. وما إن تنتهي من ذلك حتى تبدأ بتمرير يده على وجهه وشعره، علّه يتحسس كيف أصبح وسيبقى دوما الصبي والفتى الأجمل في عيني أمه، التي لم يقتصر دورها كأم وإنما جمعت أيضا دور الطبيبة التي تتولى قياس ضغطه ومدى انتظام نبضات قلبه وإطعامه عن طريق معدته، حتى إنها تكفلت بتقليم أظافره وتدليك جسده الضعيف. قسوة التجربة ومرارة الفقدان جعلني أشعر بكل من جاور الوليد من مرضى العناية المركزة، لتأخذ على عاتقها مواساة كل من فقد عزيز ما بين أروقة الغرف والممرات الحزينة من أب وأم أو ابنة، وتتابع ارتفاع ضغط دم الوليد ودقات قلبه والإجابة بتحريك كتفه على أي سؤال وأصابع يده، كلها إشارات جددت إيمان ذويه بقرب انفراج الأزمة وتعافي ابنهم. الأمر الذي أبقى إصرار الأمير خالد بن طلال هو والده ووالدته عدم رفع أجهزة الإنعاش عنه أو التسليم بنظرية بعض الأطباء التي تفيد بوفاة ابنهم دماغيا معدينها مسألة وقت. وتضيف: أقسم بالله أنني لمست إحدى دموع بعد أن تحدثت معه وطلبت منه أن لا يرحل ويدعني، ورغم أنها مجرد دمعة واحدة صغيرة، إلا أن ذلك لم يمنعني من تذوقها حتى لا أدع سبيل لكل ما يدعيه بعض أفراد الطاقم الطبي أنها كانت نتيجة عقار أو أي دواء، وتؤكد قائلة: ابننا يشعر ويحس بقبلاتنا وحضننا وضمنا وتحسيسنا ولمسنا له، ويسمع كلامنا وتلاوتنا ورقيتنا ودعائنا له، وعندما نتركه نشعر أنه يريد أن يبلغنا أن نبقى بجانبه دوما. وتؤكد الجازي بنت سعود أن أبو الوليد لم يكن بعيدا عن كل ما يتعلق بابنه، جاعلا من القضية هما اجتماعيا لا يقتصر فقط على حالة ابنه، وإنما امتد ذلك للمطالبة بإعطاء الوقت لذوي المتوفى دماغيا للتعايش مع أفراد أسرته دون الإسراع برفع أجهزة الإنعاش عنه أو إعلان وفاته قبل توقف قلبه عن النبض للتبرع بأعضائه، في ملتقى علمي شرعي نظم وأعد له في ذات المشفى الذي يحتضن فيه جسد ابنه، ليوفر بحسب قوله للوليد العلاج الطبيعي والطاقة والعلاج بأصوات الكريستال الصينية. واختتمت أم الوليد حديثها عن مدى استعدادها لكل الاحتمالين، إما التعافي والشفاء أو الفقدان للأبد، بقولها: لقد منحتني التجربة إيمانا شديدا ويقينا بقضاء الله، وأنا مستعدة لكل الاحتمالين وراضية بما يكتبه. Hi Didi, hello, hello. Let me see. Hi. Hello Didi, hi. One more, one more. Oh, higher, higher. Higher Didi. Oh, very good. سأعطيكم أولا نبذة عما حدث، وبعد ذلك نرى الفيديو صوت وصورة، حيث نشرت الأميرة ريما بنت طلال شقيقة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال يوم الأحد 26 مايو 2019 فيديو للأمير الوليد بن خالد وهو يحرك رأسه بعد أن قضي 14 سنة في الغيبوبة. وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق على مقطع الفيديو: الحافظ القادر الرحمن الرحيم، الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر. وكان الوليد بن خالد سنه 30 سنة قد تعرض لحادث مروري تسبب في دخوله بغيبوبة وركوده في مستشفى تخصصي بالرياض.
يذكر أن خالد بن طلال هو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وشقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال. وإليكم الآن الفيديو. أخرى أثار مقطع فيديو مؤثر نشره الأمير خالد بن طلال على حسابه بموقع تويتر ضجة كبيرة بين متابعيها، يظهر من خلاله تجاوب نجله الأمير الوليد مع العلاج وقيامه بتحريك كتفيه عدة مرات من على فراشه. وقال الأمير خالد إن نجله قام بتلك الحركات بعد صلاة الجمعة، فيما يظهر المقطع الأول قيام الأمير الوليد بثلاث حركات بالكتف، في حين يقوم في المقطع الثاني بست حركات متتالية بكتفه. للأسف مصائب الأمير خالد بن طلال كثيرة، حيث نشرت الأميرة ريما شقيقة الأمير خالد بن طلال في 16 يونيو 2020 صورة لحادث سير وقع لابن أخيها الأمير محمد بن خالد بن طلال، تظهر فيه السيارة وقد تفحمت مقدمتها بصورة كاملة، ودي صورة العربية، حاجة رهيبة لا تتخيلوا اللي حصل. هتقولوا أكيد اللي جواها ده الله يرحمه، ولكن بعد كده جاء في تغريدة الأميرة ريما قالت فيها حمد لله على سلامة ابننا محمد ولد أخويا خالد بعد تعرضه لحادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحوادث.